بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الملازم أول عبد الرزاق محمد طلاس. هاي صورتي وهذا اسمي عبد الرزاق محمد طلاس. أترحم على جميع شهداء درعا وعلى جميع شهداء الوطن السوري، وأقدم أحر التعازي إلى أهالي الشهداء الأبطال، وأحيي جميع الضباط الشرفاء الذين قد أعلنوا انشقاقهم عن الجيش، واستبشر الخير بالكثير من الضباط الشرفاء وأدعوهم إلى نصرة أبناء الوطن. وأنوه إلى أن الإعلام السوري كاذب وفاشل، وأنا الملازم أول عبد الرزاق محمد طلاس، وهذه صورتي واسمي، ولا يستطيعون أن ينكروا صورة، هذه صورتي واسمي وهذه الصورة بجنبي. ولست أنا المجند التي تم الضغط عليه من قبل العناصر المسلحة الإرهابية. أحب أن أطمئن أهلي أنني بخير وفي مكان آمن، والنصر قادم 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 إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.